إذا للوقوف عند الذكرى التاسعة لسيطرة تنظيم داعش على الموصل، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الدكتور عبد الوهاب القصاب. دكتور عبد الوهاب، مرحبا بكم. 9 سنوات على سيطرة داعش على مدينة الموصل، لا تزال يكتنف الأمر أنواع كثيرة من الضبابية في ظل أوامر صدرت بفرار القوات الحكومية من مدينة الموصل. ولكن دكتور، هل كانت القوات الموجودة في مدينة الموصل فعلا لا تستطيع مواجهة تنظيم داعش؟ السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لك وللسادة المشاهدين. يعني هذه أسطورة أن القوات التي كانت موجودة في مدينة الموصل لم تكن قادرة على الوقوف بوجه بضع مئات من الأفراد الذين تم حقيقة، يعني هنالك، لا أريد أن أقول مؤامرة، ولكن هنالك تواطؤ واضح من قبل الجهات الحكومية والحكومة التي كان يرأسها نور المالكي في حينه، والذي كان هو القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول دستوريا عن حسن أداء هذه القوات في مهامها. نحن نعلم بأن السجن قد تم كسره وهرب بضع مئات من الأفراد الذين كانوا يعني من أفراد تنظيم الدولة داعش كما أصبح يعرف، وكان هنالك بحدود فيلق ونصف من القوات موجود في يعني في مدينة الموصل، وكان هنالك قائدان برتبة متقدمة جدا، فريق أول ركن أحدهم كان كما أتذكر، وهؤلاء 1500 و1500 و900، يعني تضاربت الأرقام. عندما دخل الموصل صدرت الأوامر من نوري المالكي تحديدا على أن تخلى المدينة وتترك الأسلحة في مكانها. بنفس الوقت علينا أن نستذكر بأن هنالك مبلغا هائلا من المال قد تم تحويله إلى البنك المركزي العراقي فرع الموصل، والذي أخذه هؤلاء الداعشيون. والأمر الذي يثير الكثير من يعني علامات الاستفهام، لما تصرف رئيس الوزراء هكذا ما لم يكن متواطئا؟ وهذه هي حقيقة، يعني هذا الرجل كان يحمل كما هائلا من الحقد على الموصل وجوارها. المرحوم جلال طالباني قال هذه بملي فهمه، بأنه قال يعني هو يكره، هو هذا الرجل نور المالكي يكره الموصل، ولذلك يعني يبدو أن من حقده على ربع يزيد كما كان يدعو هذه المناطق كلها، قام بالتواطؤ مع هؤلاء الأفراد لكي يسلمهم المنطقة ويدمر الآلة العسكرية للقوات المسلحة العراقية التي لم تكن تحسن استخدامها، لأنها لم تدرب على أصولها كما ينبغي، لأن أفرادها لم يكونوا بذلك المستوى المعرفي والمهني الذي يتطابق مع هذه المعدات، والذين تم اختيارهم طبعا نسبة ليس قليلة منهم من قوات الدمج التي هم من هذه من الميليشيات التي أصبحت معروفة الآن. النقطة الثانية التي إذا الجواب بأن القوات لو كانت قوات لديها تعليمات اشتباك واضحة وسلسلة قيادة واضحة، ما لديها من أسلحة كان يمكنها أن تصد هذه الهجمة التي قام بها هؤلاء الأفراد. طيب دكتور عبد الوهاب، على ذكر أن هناك مؤامرة كما تزعم الميليشيات وإعلام الميليشيات، حيث أنها روجت قبيل سقوط الموصل بيد داعش بأن هناك مؤامرة داخلية وخارجية اتهمت أطراف عديدة، في هذا السياق هل ما زال الرأي العام العراقي بعد أن انكشفت الكثير من الحقائق ربما يتعاطى مع هذا الخطاب دكتور؟ أنا يعني قطعاً لست مع هذا الخطاب، أنا قطعا مع الخطاب الذي يقول بأنه إن كانت هنالك مؤامرة فأحد طرفي المؤامرة هو رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة. دكتور عبد الوهاب، لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت من أجل التحقيق في الأحداث توصلت إلى أن نور المالكي و35 مسؤولا يتحملون مسؤولية أحداث الموصل، ولكن لماذا لم يحاسبوا حتى هذه اللحظة؟ هم لم يحاكموا لأنه النظام القضائي في العراق نظام فاسد أولا وأخيرا، نراه يحكم على الشخص بالإعدام في هذا اليوم
ويأتي بعد يومين أو ثلاثة بتوافق مع أساطين العملية الحالية السياسية، ونراه يبرأ ويعود كل شيء إلى ما كان. نرى أن سارقا ينهب مليارات الدولارات ويدخل في محكمة ويصرح بأنه اتبع تعليمات مرشده أو مرجعه ويبرأ ويخرج يتمتع بهذه المليارات في بلد أجنبي. نرى أن قتل يلقى عليهم القبض بالجرم المشهود وتأتي ميليشيات وتحررهم من الموقف أو السجن الذي هو فيه، والقضاء لم يحرك ساكنا. يعني هي هذه الرؤوس الثلاثة التي ينبغي أن تكون رؤوس السلطات في نظام دستوري يعتمد تقسيم السلطات، أقصد السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. هؤلاء جميعا متواطئون مع ما يمليه عليهم وليهم الفقيه الموجود وراء الحدود الشرقية للعراق. لأن نقطة أخرى نعم بودي أن أشير إليها، بأن يعني من المآسي التي أحدثها تقصير القائد العام للقوات المسلحة وهيئة ركنه وسلسلة القيادة المرتبطة به، هو تشكيل ميليشيات الحشد الشعبي التي لم يكن أحد يحتاجها، والتي ابتلي بها العراق منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وتحولت إلى مؤسسة يعني ابتزازية كبيرة. يعني لا يمكن تصور وجودها ضمن حكومة مسؤولة تحترم نفسها. هذه هي المشاكل التي يعاني منها العراق نتيجة الكارثة التي حصلت في مثل هذا اليوم قبل سنوات تسع في الموصل. دكتور عبد الوهاب، أنتم من وجهة نظركم يعني من المسؤول الأول عن سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل، ومن المستفيد الأكبر من ذلك؟ واضح، يعني الرجل الذي أصدر الأمر بالانسحاب هو المسؤول الأول. رجل أصدر أمر بالانسحاب بترك الأسلحة في أماكنها والانسحاب بلبس الدشاديش والتخلي عن الرتبة والملابس العسكرية النظامية التي هي حقيقة عار على الجندي أن يقوم بهذا. بعدين يعني علينا أيضا أن نستذكر أن كان هنالك وزيرا للعدل في حكومتي، إن لم أكن مخطئا، اسمه حسن الشمري، أشار بوضوح إلى كيف فتحت أبواب سجن أبو غريب لتحرير أو لإطلاق سراح حوالي 500 من هؤلاء الذين يمثلون التنظيم. الكارثة موجودة في عقلية الرجل الذي ابتلي به العراق لثماني سنوات ولحد الآن. يعني حتى هو لا يعني لم يرعوي مما حصل، من المستفيد الأكبر دكتور؟ فهو المسؤول. المسؤول هو القائد العام للقوات المسلحة. لماذا؟ يعني هو ليس منصب تشريفي، هو منصب إلزامي، يعني فيه عليه مترتبات. إن لم يقم بواجبه بشكل صحيح يحاكم. وتواريخ الحروب مليئة بمثل هذه الحالات. هنالك ضباط برتب كبيرة في الجيوش التي تحترم نفسها حكموا عندما يعني أساءوا العمل وأساءوا القيام بمسؤوليتهم. القائد مسؤول، هذه هي في العسكرية، هي هذا القائد مسؤول. طيب دكتور، من الذي استفاد؟ من الذي استفاد من سيطرة تنظيم داعش على الموصل؟ من الذي استفاد؟ الذي استفاد كل الذين يستفيدون حاليا. إيران الآن تحتل 4 عواصم عربية، هذا واحد. نعم. واحد من أحد المستفيدين. انظر الذي جرى في سوريا، هذا ثمن داعش. انظر الذي جرى في العراق، انظر الذي جرى في مدننا في المنطقة الغربية، في محافظات تم استباحتها لتنفيذ المشروع الإيراني من أفغانستان إلى البحر المتوسط. هذا المستفيد، فضلا عن الكيان الصهيوني، فضلا عن الولايات المتحدة التي أصبح الكل الآن ينادي بأنها ينبغي التعويل عليها للخلاص مما هم فيه. عبر سكايب من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الدكتور عبد الوهاب القصاب، شكرا جزيلا لكم.